بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم نحل من كتاب Construction Methods and Management الطبعة الثامنة الشابتر الثاني السؤال الثامن. شو يقولك السؤال؟ يقول The hourly cost of hydraulic shovels is كم؟ $65 and of the truck is كم؟ $35. $5 هذا معناته $35 في الساعة و $65 في الساعة لأن قالك hourly cost. طيب قالك if an equipment fleet عندك اللي هو equipment fleet معناته هم يسمونه اسطول، مو بسطول، هو ياخذ معنى الاسطول يعني زي اللي عندك الله شيء كذا مكان فيه الاشياء الحلوه اللي قال لك انه consisting of one shovel في نفس هذا equipment fleet مكان هذا و and كم 6 trucks وست تركات. طبعا حتى لو تلاحظوا equipment fleet احنا قد خذينا في transportation system اللي شيء اسمه size of fleet او size of fleet او fleet size او زي كذا اللي هو حجم الباصات اللي توفر لك الروحة والرجعة ومدري ايش في البيك اور. هذا كل حال يعني بربط الدروس مع بعضها الاقل اكثر. على كل عندك في نفس الذا اللي هو واحد شفل وستة تركس، قال لك ان هذولي كلهم achieve a production of كم 180 bank cubic meter، معناته كلهم كم يوفرون لك برودكشن 180 بانك كيوبيك متر. What's the unit cost of loading and hauling؟ يبيك طلع عمك تطلع اليونت برايس لكل واحد من الظريفين الموجودين عندك على برودكشن حقه. طيب جميل جدا، خلنا من الحل. انا ودي بس اوضحك شو معنى كلمة يونت برايس او يونت كوست. انت عندك الان طال عمرك لما انك تروح البقالة تروح تشتري لك بيبسي، كم البيبسي؟ بريال ونص، صح لا؟ لكن لو جيت تروح تاخذ كرتون كم يعطيك اياه؟ يقول لك واحد ونص في كم؟ في 24 حبة. ليش ضرب بال 24 حبة في واحد ونص؟ لانها تسعيرة البيبسي الوحدة وريال ونص. فهذا هو اليونت كوست، انك تعطي قيمة واحدة بحيث انها تكون ممثلة لجميع الوحدات من نفس الشيء هذا، يعني زي البيبسي قيمة الوحدة له ريال ونص، لكن كمية عطني كم عددهم وانا اعطيك المقدار الكلي له. فهو زي الطريقة هذه مبدأ تقريبا، عطاك قال لك ان عندك واحد شافل وست تركس وهذا برودكشن حقهم وكل واحد له كوست. انا ما ابغاك واحد كوست، ابغاك تحط لهم على يونت كوست واحد فقط. فبالتالي شو تسوي؟ تروح تاخذ التسعيرة لكل واحد منهم تضربه في عدد الكومن فليت اللي عندك. فكم عندك شافل؟ واحد، وتقول واحد في 65. وكم تركس عندك؟ ستة، ستة في التسعير حقتهم 35. جميل جدا، تروح تقسمه على البرودكشن يعطيك اليونت كوست، معناته كل واحد منهم يعطيك اللي هو الدولار فاصلة 53 سنت لكل في الساعة الواحدة، يعني خلال الساعة الواحدة يعطيك بي سي ام بانك كيوبيك متر. اذا دولار و 35 سنت للبانك كيوبيك متر، هذا تسعيرته. مثلا انت عندك ثلاثة تركس تروح تضرب الثلاثة هذا يعطيك قيمة التسعيرة للثلاثة تركس، وهكذا. انت الحين خلاص خليت على اساس انه يونت كوست او يونت برايس يسمونه، لكن احنا بناخذ على اساس انه ستاندر فور 1 اور. عندك على اساس انه فور 1 اور تضرب هذه في الساعة الواحدة بيعطيك اذا تكلفة كل سيارة او يونت برايس عندك للساعة الواحدة دولار و 53 سنت لكل بانك كيوبيك متر، يعني لكل الحجم هذا، يعني الحجم هذا بيكلفك دولار و 53 سنت للترك الواحد. فبالتالي اذا انت تبغى عندك مثلا كم، حنا عندنا مثلا وين 180، تروح تضرب ال 180 في هذا بيعطيك القيمة الكلية. وصلنا للنهاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.